بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعيني، يا رب تكونوا كويسين وصحه جيده. الفيديو النهارده برضو للاطفال، الحروف ازاي ينطق الطفل الحروف بحركه الضم. حروف بحركه الضم، الضمه لازم الطفل الاول يعرف شكل الضمه ازاي. الضمه واو صغيره، الضمه واو صغيره، ضمه واو صغيره وعامله بونيه عن الحركات. بقول ان الضمه الضمة واو صغيرة على الحرف يا سكارة، الضمة واو صغيرة على الحرف يا سكارة، أو نقول الضمة ضمة فوق الحرف، الضمة ضمة فوق الحرف، الضمة ضمة فوق الحرف، يعني قاعدة فوق الحرف. يعني الضمة نقول ايه، نضم بقنا، نضم ايه الشفايف، مثلا زي او بو، الإشارة بتاعتها بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، ذو، زو، سو، شو، يعني حاد الآخر. يعني إيه الحرف لما نجي نضمه الإشارة بتاعته الحركة ضم، نضم الشفايف والإشارة بتاعتنا إيه كده، تمام. برضو ان الضمة لما نجي ننطقه الحروف 28 حرف، لما نجي ننطقه ازاي كده، نقول ايه معايا كده، اللي كان معايا في اطفال اللي سامعني من الاطفال يقرا ورايا. الف على ضمة، او 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 او، بو 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 بو، سو سو سو، شو 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 شو، سو 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 سو، دو 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 دو، تو 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 تو، زو 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 زو، عو 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 عو، غو 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 غو، فو 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 فو، اللي هي الاخيره يو 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 يو، تمام. هتلاقوا ان في حروف هنا، الحروف اللي مكتوبه باللون الاسود دي حروف حروف رفاصه شرقيه، يعني ليها جناح واحد والجناح الثاني مكسور، يعني في الحروف اللي وراها مش بتشبك في الحروف اللي وراها. عندي هنا شكلين، كل حرف ليه شكلين، شكل كامل شكل كامل وشكل ناقص. الشكل الكامل اللي بيشبك في الحروف، والشكل قصدي الشكل الناقص اللي بيشبك في الحروف، اللي ليه دراع بيشبك في الحروف، والشكل الكامل اللي مش بيكشف الحروف. كل حرف له شكلين ما عدا الحروف المعموله باللون الاسود، دي تبع الحروف الرقاصه، الالف والدال والدال والراء والزاي والواو، دول ليهم دراع واحد سليم والدراع الثاني مكسور، او دراعه مكسور ما بيقدرش يشبك في الحروف اللي بعديها، يعني ليه شكل واحد بس، الباقي الحروف ليه شكلين، تمام. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. ولو عجبكم نطق الحروف بالحركات بحركة الضم شيروا الفيديو، وما تنسوش الاشتراك. كانت معكم مصطفى، قناة يوتيوب. اشوفكم في المرة الفيديو الجاي ان شاء الله، الحروف بحركة الكسر. تمام، يلا مع السلامة.